السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة إزالة سهم الاختصار البرامج على سطح المكتب، بمعنى آخر كيف نقوم بإزالة سهم الاختصار من أيقونات سطح المكتب التي كما قلنا تقوم بتشويه جمالية سطح المكتب. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. ففي الحقيقة هذه المشكلة فهي مشكلة قديمة جدا، منذ أن قامت الويندوز بطرح نظام الويندوز 95 كانت هذه المشكلة لدى الجميع. عندما تقوم بتثبيت برنامج جديد على سطح المكتب تظهر هذه الأيقونة أو هذا سهم الاختصار على أيقونة سطح المكتب. قاموا مجموعة من المبرمجين بإنشاء برامج للتخلص من هذا الأخير، لكن بعض الأحيان لا تجدي نفعا هذه الحلول. لذلك إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نعمل على حل المشكلة عن طريق المحرر الخاص بالويندوز والذي هو الريجستر. كيف ذلك؟ فالعملية بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع خطوات لإزالة سهم الاختصار البرامج من سطح المكتب على كما قلنا، سواء كان ويندوز 10 11 7 8 ويندوز اكس بي، كل هذه الانواع الويندوز تشتغل عليهم الطريق. وكل ما عليك فعله في البداية هو ان تقوم بالذهاب الى ستار بهذا الشكل. نذهب الى ستار، نقول عليه بهذا الشكل. هنا في محرك البحث تقوم بكتابة الريجستر على هذا الشكل، فانا قد قمت بكتابته من قبل. تختار هنا الريجستر إديتور، نقول على يس. في البداية شاهدوا معي سهم الاختصار يظهر على أيقونات سطح المكتب كما تلاحظون إخواني الكرام. لذلك إن شاء الله سوف نعمل على إزالة هذا سهم الاختصار. المسار وهو كالتالي: هيكي لوكال ماشين، ثم بعد ذلك تختار هنا سوفت وورد، ثم بعد ذلك تبحث عن مايكروسوفت بهذا الشكل، ثم بعد ذلك تبحث عن مجلد ويندوز سوف تجده في الأسفل، ثم تقوم بفتحه وأيضا ثم تبحث عن كوريكشن فيرسيون بهذا الشكل. بعد ذلك تقوم بالنزول أيضا إلى الأسفل، تبحث عن مجلد إكسبلور. الإكسبلور سوف تجده أيضا، ربما نبحث عن ويندوز إكسبلور. جيد، هذا هو ويندوز الإكسبلور كما تلاحظون، تقوم بفتحه هو أيضا. نقوم بالنقر على مجلد الخاص بالإكسبلور بهذا الشكل، ثم نختار هنا نيو، ثم كي بهذا الشكل. سوف يفتح معنا مجلد جديد، سوف نقوم بتغيير الاسم الخاص به إلى هذا الاسم، شيل ايكون كما تلاحظون اخواني الكرام. نقوم بالتعليم عليه بهذا الشكل، ثم نذهب الى الجهه اليمنى بعد ان قمنا بانشاء كما قلنا هذا المجلد. نذهب الى الجهه اليمنى، نختار هنا نيو في اي مكان فارغ، ثم نختار هنا سترينج فولي. بعد ذلك هنا سوف نقوم بتغيير الاسم. بالنسبه للاسم هنا نقوم بتسميته مثلا 29 بهذا الشكل، ثم نقوم بضغط زر المنع عليه، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة إليه هذا الاختصار أو هذا الكود. نقوم بإضافة الكود بهذا الشكل، ثم نقول هنا على أوكي، وبعد ذلك نقوم بإغلاق محرر الريجستر بهذا الشكل. ولاحظوا معي هنا فالأيقونات تظهر على البرامج بالخطوات التالية لعملية الإزالة. بعد أن قمنا بكل هذه الخطوات نذهب إلى ستار بهذا الشكل، ثم نختار هنا تاس مانجر، ثم بعد ذلك هنا سوف تقوم بكتابة إكسبلور. سوف يظهر لك هنا ويندوز إكسبلور، تقوم بضغط الزر الأيمن عليه بهذا الشكل، ثم تختار هنا ستار تاكست، وبعد ذلك سوف تقوم دون أن تقوم بإعادة تشغيل الجهاز تقوم بهذه الخطوة. بعد ذلك سوف يظهر لك هنا أن السهم الخاص بالاختصار تمت إزالته من أيقونات سطح المكتب، والآن أصبحت تظهر أيقونات سطح المكتب بجمالية وروعة جدا كما تلاحظون معي إخواني الكرام. قد قمنا بالتخلص من سهم الاختصار من أيقونات سطح المكتب.
أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله.